وللوقوف على استمرار الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، حياكم الله. الحرب الكلامية كما تلاحظون تستعر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والصدر يتهم ميليشيا العصائب بسبب الفساد وبأنها وراء الفساد. هل العصائب فقط هي المتسببة بالفساد في العراق؟ أكيد لا، يعني إنصافا لأنفسنا وللعراق نقول أن جميع المشاركين في العملية السياسية هم أرباب الفساد وأرباب الجريمة قبل الفساد. هم قتلوا العراقيين قبل أن يسلبوا أموالهم، قتلوا جزءا مهما وسجنوا أجزاء مهمة أخرى، ومن حين أقول جزءا يعني عددا مهما من العراقيين وسجنوا أعدادا مهمة أخرى، وباعوا العراق للعزة لهم جميعا في نفس السنة. ولكن كما يقول العراقيون الغراب يكون غراب ووجهك أسود، وكل الوجوه سوداء في هذا البلد المنكوب. نعم. لماذا يحمل الصدر على ميليشيا العصائب بهذا الشكل وفي هذا التوقيت؟ يعني هي واحدة من اثنتين، أما أنها تمثيلية لتعليق الفوضى ولكي يقبل الشعب العراقي بكل شيء كما في كل مرة، أو أنها منها فساد على الكراسي والسلطة، والرجل ربما يريد السلطة المطلقة في العراق بدل أن يتقاسمها مع الآخرين، مستغلا أن لديه يعني من يسانده في هذا. لكن يبقى يعني الاحتمالان سيئان بالنسبة للعراقيين، ويجب عليهم أن يصروا على تغيير هذه العملية السياسية بشعاره هو شلق قلق. يعني لا يمكن أن يرضى العراقيون الآن، نعم، أو لنقل نسبة أكبر من العراقيين بغير قلع العملية السياسية من جذورها والبدء من جديد في عملية سياسية نظيفة تدعو إلى التعايش وإلى الدولة المدنية بدلا من هذه الدولة التي تقتلهم وتسلب أموالهم ولا تقدم لهم شيء. نعم سيد مكي، بحسب شبكة اي بي سي الأمريكية قالت بأنه لا بوادر على انحصار الأزمة السياسية في البلاد، وهذا يطرح سؤال في الحقيقة، هل ترى مع ذلك التلاسن والحرب الكلامية يمكن أن تحل البوادر الحوار اللازمة بين يعني الصدر والإطار التنسيقي؟ يعني الشبكة يجب أن تخاطب الداخل الأمريكي أو لنقل قمة السياسة في أمريكا. أمريكا هي التي خلقت كل هذا وهي التي تستطيع بضغط بسيط أن تغيره. الحوار في العراق يعني أكيد لا يمكن، حوار الطرشان هذا مستمر 20 عاما، يعني منذ أول يوم للاحتلال وقبل الاحتلال، حتى قبل الاحتلال هم متفقون تحت مظلة أمريكا وإيران. لن تضغط أمريكا على إيران وإيران على هؤلاء، هم لا يجيدون الحوار، هم يجيدون التقاتل أحيانا والتقاتل أحيانا أخرى. نعم. طيب أستاذ مكي، في حضور السلاح ومع اشتداد وتيرة الأزمة بين الصدر والإطار، هل تعتقد بأن الأزمة ستذهب لما هو أبعد من الحرب الكلامية؟ يعني أنا حقيقة أتمنى غير ذلك، مع أن بعض العراقيين يتمنون ذلك على أمل أن يتخلصوا من الطرفين. الحرب بين هؤلاء أنا واثق أنهم سيحولونها إلى حرب ضد العراقيين إن لم يكن اليوم فغدا. ويعني أستبعد حقيقة فكرة القتال لأنهم يعرفون مآلاتها، ولكن يبقى الاحتمال واردا ان يقتتلوا، وبحسب ما هو مرسوم لهم. لا ندري ما هو المرسوم، لا نقرا الغيب، ونسال الله سبحانه وتعالى في كل الاحوال ان ينجي
الشعب العراقي في كل مكان من هذه الأزمة وهذه الفوضى ومما يمكن أن تؤول إليه. نسأله تعالى أن يحفظ العراق. نعم. أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد مكي النزال.